الو اختي الوهراني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي ليك وللإخوة اللي راهم في الكاست. مرحبا. أنا ما كنقاطعش أخويا في روحي، أنا ما كنقاطعش، راني ديجا طلعت معك خطرة وطلعت معك عند سي عبد الله القيرش الله يحفظك. ما رانيش نسمعك، كان خلينا نزيد شوية في الصوت. اخوانك بون تسمعوني ولا لا؟ لان تسمعوني لا ولا لا؟ لا، ساي 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 ساي، راني نسمعك دروك. واه بون، اولا الله يكثر من هذا خونا رامي، الله يكثر من امثاله، خاطش هادو اللي حمرونا الوجه، هادو هما اللي يرفعوا لنا راسنا قدام الكناس. بون، طب اتبون بغا يدير لنا بيسين، كل واحد يدير لنا بيسين، مالكم حسدتونا ولا ها؟ اخويا من مالكم؟ المحرمه نعرف. واه بصح بصح، هذه دروك انا ما فهمتش كيفاش دار غلطه ذاك النهار مين كان في الصحافه الجزائريه، ومن بعد عاود دار غلطه البارح، ثم هذا ما عنده لا مستشار لا والو، ولا كيفاش، ولا قاعد دايرين كيفاه؟ هذا هو السؤال، كيفاش انتم كمواطنين جزائريين بكل صراحة كتقبلوا اللي كتسمعوا فيه ورا، يعني عادي كتقبلهم اللي كتسمع مليار و300 مليون؟ ماشي كيسيون تاع جزائري ولا ماشي جزائري، كاع اي واحد عنده عقل ما يتقبلهاش هذه، حتى اللي ما عندهاش لو سونس دي شيفر، ان نومبر كولوسال. كاين اللي قال لك نشف، باغي نشف البحر الابيض المتوسط باش الحراقه يولوا ما يروحوا على كرعيهم ولا يروحوا على الدواب ولا بصح منا لافان 2024 ما نضوش غادي يبقاو الدواب في هذيك البلاد، راك عارف غادي كاع يكملوا معاهم. لا دروك بارلون سيريزمون دروك، غادي نعطيك انا بكل صراحه كنتصدم. نقول لك علاش تصدمت، لانه كما قلت قبيله وغنعاود تربيه، ملي كنشوف المدير ديال الوكاله الوكاله الجزائريه للطاقه كيهضر على ارقام اللي بعيد على الارقام ديال السعر، تمشي تبون كيتكلم على محطه ديال تحليه الماء اللي كدير لنا 70 الف متر كوب، والسي عبد المجيد تبون كيتكلم لي على مليار و300 مليون. بصراحه والله الا ضرني راسي غندير لايف البارح بالليل، ولكن الظروف العمليه ما قدرتش نسالم مباشره من الخطاب، قلت خليتها الغدا ونشوف الامور كيفاش غدا، يمكن يخرج شي بلاغ يتراجع فيه ولا يقول لك بانه غلط ولا شي حاجه. اليوم ما نضنش. شوف تبون، هو باغي يبردع، كان باغي يبردع، كان يبردع في الشعب الجزائري، خاطر الشعب الجزائري كاين اللي يتبردع وكاين اللي يعرف بلي راه يكذب بصح ما يضرب بالنح لا غالب. ودروك هو حسب المجتمع الدولي كما المجتمع الجزائري غادي يبردع كاع دوك الدول. وانا ما عرفتش كيفاش خلاوه يكمل الهضره تاعها، ما كاش واحد ناض قال لها ما يمكن، سي با بوسيبل، اتس امبوسيبل، مخلينا يكمل السيد على راحته. المهم انا غادي نفهمكم علاش قال هذاك لو شيفر، هي خصك تكون عميق على بالك، ما حنا 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 نفكروا بسطحيه، خصك تكون عميق، لان هذا تبون هو يبان لك هكا نيه في الهبل بصح هو تري انتيليجون، هو باغي نشف البحر الابيض المتوسط يعني نقص من متاعه، علاش؟ باش اوتوماتيكمون الاخر المحيط الاطلسي غادي يدخل من محيط جبل، من هذاك سميتو مضيق جبل طارق، يدخل من تما ويجي حدا لالجيري. دونك الرؤساء اللي قبله ما كان سني و يجر الاطلنطيك به بالسمك تاعه، خاطش ما قدوش يوصلوا عبر البر، قال لك ندوره ملهيه، يدور لي ملهيه ويجي حدايا. الساعة على فكرة في دايرة ولا؟ انتيليجون بزاف، ما كاش لي قد عليه، غادي يهبلكم هذا تبون، غادي يهبلكم. غادي تولي، الله يحفظك بارك الله فيك، شكرا على المساحة. شكرا بزاف اخي تبارك الله عليك. هذه فكرة زوينة اللي قلنا الوراني، دابا هو الغرض هو انه يخوي لا ميديتيراني ويجر ليها الاطلنطيك، لان غادي تكون تقبة من غيدوز الماء ويقرب لعنده.